اعطيك معايا اي حط هذا بخ 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 حق تي ها مسمع ابيدي ابيدي انا مخليك ماخذ الحيط حق انت نعم بيض الله ابو عشق انا ايش هذا يستاهل ابو عشق سوى لي مكروني بعد 103 يوم الله يقول بيضاء وش يقول؟ مترجم انت؟ اي على طول من هو؟ اكل غيث فنان على طول ولا شكل اما ابو جابر اما ابو جابر فيه روح ابويك وياه ولد يعني انا من جنبه ولدي جاهم راح لابو جابر يعني انصونك الزواج ابو جابر اي زواج تزوج الله يوفقك الله يوفقك شرب العون شرب العون يا ابو العون يا ابو والله ابشر بس قال قصدي الله يوفقك ابو جابر يلا باللي لقم ابوها يا ولدي والله ودي اني اقول لك تجي طيب منك غير انا محتاج على العشر قام رجع لها طيب من ابوه يرد على واحد لا تقول رجع لها طيب من ابوه ابوه ما خلى من الطيب حاجه نوب وعلى صح يعني عاد تبغى يروح يظهر في السماء على صدق سوري ترى الرجال ما يبي ودي يجي اطيب منه الاولاد صدق نعم ها الرجال ما حد ينفع احد يجي اطيب منه الاولاد بعض الرجال حتى عيالهم ما يبون قولي ودي آه. قولي ودي يجي مثل ابوه بس ازرع ايه هذا والله اتعبني ابوي يعني ابوي في الجنة اي هو شي ناجيت ربع نص ولا حول اتعبني ابوي ناجيت ربع اخو دعيرم ابن دعيرم هو شو اسمه لا هذه اللي بعباس لا هو شو اسمه سلطان العباس محمد سلطان العباس لا دعيرم محمد بن عين ها محمد ها محمد عين من هذاك منزل لك قصيدة في ابوه يوم يقول الطيب ابو يعطي مثل ما يقول الطيب منه سمعتوها؟ لا يعني من طيب ابوه يتعدى الطيب العودة الله والله بيت اعجبني ماما بسر سعد يعني حتى الطيب جاء طيب منه شو والله بالسعد يقول السعد ابو مسعود الطيب من العودة تروح تطيب من ابوه ورع يقول ابو جابر ورع كذا قدحت عليه على طول عاد سلطان هذا شايبه يقول إذا طبت هو طابع عباس بن سلطان سلطان بن عباس يقول لكم تمام خلوا ابوي في حال امانه خلوا ابوي في حال لبيك يا ما ودي انه ولا بيات يوم خوي اللي ذكر صديق ابوك ايه ذيك ابيات قايله والله اظني ما انت عارف نسوي الشاي ما حلو ما حلو اي ما حلو احنا وين اي والله والله العظيم يا غيث انك جيت والله يحييك حساب الحياة يا مرحبا تراحي بالسيء ابو مسفر ابو مسفر اكوي خايش مكتب خايش ها لفه كذا طقه لفه طقه الشط وخليك معلق عليه تحت والله بالشط يا ابو جابر يعني والله ابيض وجهك من الجحر تسلم يدك ابو عاشك قاعد العافيه احنا متعودين نفس الحجم ضبط بس بس
الله يبيض وجهك ابو عشر. انت عملت انا ابو ساره. تعبيها عافيه. صب نفسك. واو. بيض الله وجهك ابو عشر وبيض الله وجه قلوب دعم هادي. اي والله. قلوب دعم هادي جايب المكرونه. اي جايب البيض. بيض الله وجيهم. انا عايزك. هلا بيه ابو عشر. وشو؟ لا. شو البسه؟ هاو تزل الديو. تدري وجبه الحين جايب فطور عشاء غدا مكرونه. بس بس خلاص خلاص عطوه عطيه ضيف بيبسي اوه والله اني احبه غير الله يكفينا شر نكبتنا يا ولد والله ماني بشر بالبيبسي تاعك هذا اليوم يوم مفتوح اليوم مفتوح قل ما شاء الله ما شاء الله كوالف كوالف ها ما شاء الله هذاك هم بروح انا اكل بعد قولوا ما شاء الله يا جماعه يا والله نصف مده مليون نقولها بس خلاص ها اذكر الله يا جماعه اذكر الله كل شوي اذكر الله زين الله يخليه اللهم امين يرزقك بره احصان وولد احصان يا سلمى طيب تعلم من ولدك يعرف يلبس احصان وولد احصان يا سلمى ما فيها واحدة اقسم بالله يا قميص والله قوي ليه؟ يقول تعلم من ولدك يعرف يلبس والله ما يجي عندك عندك لا حلف خلاص انا والله البس ترى الباس فخمه بس 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 ما حرام البسه في الرياض بس حرام البسه في الرياض خلاص والله ما عدوك خلاص خلاص يا ولد ما عاد ما احب انقلع كذا اسكت لبي راسك قول له اسكت ما شاء الله اسكت فالثانية فالثانية هاوشني والله العظيم لا يا دقاس بيزين الامور يعطيك مويه لبي ليه؟ جت ضرب علي العسل ايه والله اخبط يا حمدي يا حمدي كيف ضربه ضربه هنا؟ لا هناك يجي ويجي هو جالس هو جالس هناك سك واحد يلا اقنعنا يلا يلا لا لا خله هو والله نروح لب قلبك والله تبي مكران يا مكا نعم هذا حبالي تعال طح فارق طح فارق نقول كان حمار قم قم خلنا نغسله تعال عايض غيث 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 يبي عايض غيث حبني حبني بس راح يستاهل سلمان حبه حبه وفي امك فيه بنغسل بنغسل بنجيكم اوجد عليك ابو عاشق عافيه الله يغنيك ابو عاشق رحم والديك دخدخنا يا ولد عافيه يقولها لبن بعدها نوع ترقد على طول بعد هذه حقت الساعه 2 الظهر درجه الحراره 90 90 وداخل في 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 قلايه خلاص متواصل مرحله من الحر ولبن بارد مراعي عرفته بعدين مو باللبن ذاك الابيض لا الاخضر عرفته ب 4 ريال تدري افضل افضل شيء ايام الصيف كنت اذا طالع من الشقه الصبح كذا اشغل المكيف قبل اطلع الدوام الصيف مكيف الشباك اجي الساعه 1 2 الظهر شباك ثلج ادخل من حر وتوني متغدي طول السلامه ادق لي في كبسه ولبن حر حر يا لين ادخل الغرفه كلاته هذا لا حول الله ولا قوه بس ما تسولف مع احد ما حتى اذا قلت السلام عليكم حتى ما طلعت السلام عليكم من بعيد كذا سولف مع نفسك حتى نفسي ماني اسولف عليها بسم بالله العظيم يا ابو عاشق انها عالميه وعرفك المحبه هي تصوير متى يا عيال؟ ها؟ تصوير الله يعافيك طول عمرك. جعلت العافية يا ابو مسلم. ارحبوا. رجة على طيب يا رجال. انا شكرا.
حاطه العمر بشبعه والله. يوم لا سمح دقيت سجل كيف رحت؟ تعالوا. طفيت الجرس معنا. انا كبرت معي. اللهم امين وياك طول عمرك. سمعت قست هي ايه اذا عاد مدح ايه صعب بس يضحك لا ويستحق ايه خله يفوز بشيء وخله يشكر شوف كيف يشكر اشكر اشكر في ذمتك بس انا داخل الغرفه هي ظلام ها صدق اقسم بالله يا ابو عشق انك صدمتني عارفك عارفك رابع يعني انسان فايف ستار والله تبي الصراحه ترقيع مو بلي زيد انا خمني شوف شوف طق 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 طب تكفى قبل تصور غير ما في تصوير هلا تكفى اي والله تمتك ترى تعبت تصوير للساعه 10 عم تدري متى خلصت انا الساعه 2 او 3 هي ولد اقسم بالله ان اول مره احد يصحيني ولا اقسم بالله العيال يقول كلنا صحيناك الساعه 6 ولا قمت يقول رديت علينا صحيت صحيت اذان المغرب صليت المغرب جلست شوي ابي اجلس على البث ما قدرت افتح الكفش الروم واكويها لمت نوم لين الساعه 11 دخل علي عبد العزيز يصير مسحبني راح للسجن انا عندك علم امسك تجاري غير سلام تسليم الحمد لله الحمد لله وشكرا الحمد لله بيض الله وجهك وجهك اي والله خله خله المحبة هي هي